أنا أختم حديثي بأحد القصائد وأيضا اللون مسحوب، والمسحوب لما قدك في بر ما حولك عرب، لا نور لا إضاءة، ما غرمت أخوياك. أيوة. قمت تتمول هالمساحيب الجميلة. يا سلام. وتقول الله ألا يا ونتي وانا تمعنا غريب الدار ملهيته اسطونا ألا يا بارق في الشرق علا أخي لأهلي نفاتتني مزونا عسانا ننزل حنا وهلنا وهل مظنون عيني ينزلونا. سلامتك وانت سالم وغالب ما شاء الله. كشتثون تحييكم كشتثون تحييكم كشتثون. هذا البرنامج برعاية